مدرسة مدليتون المتوسطة هي مدرسة عادية فيها تلاميذ عاديين ومشاكل عادية، ولكن حياتي أنا ليست عادية على الإطلاق، فكما ترون لقد تربيت مع الحشرات. فهمتم الصورة؟ خمس ساعات وأربع وثلاثون دقيقة وعشرون ثانية لحين افتتاح النشاط الصيفي. لدي تذكرتان إضافيتان، أتريدان الذهاب؟ لن أفوت هذا، أحب أي فيلم فيه إنسان له ثمان أرجل. لقد قرأت عنها، أراد المخرج أن يكون الفيلم واقعياً، فبدل أن يستخدم العقارب الآلية المحركة بواسطة الحاسوب استخدم عقارب حقيقية لأداء دور الأشرار. هل العقارب شريرة؟ تعرف إليها لترى أنها طيبة. يخ، لن تجدونني أبداً في هكذا فيلم. مرحباً هاري، إلى أين أنت ذاهب؟ أحب ما فعله هنا. عقرب مجاني مع كل علبة فوشار. سأخذ ست علب من فضلك. الفوشار علي أنا. تبدو حقيقية بالنسبة لكونها لعبة. أنني دست على شيء ما للتو. ألم تحضر الخارطة؟ ظننتك أنت من أحضرها. لنواجه الأمر، لقد تهنا على جزيرة العقارب. لدي جهاز متطور يجعل العقارب تبدو لماعة. حسنا، المكان آمن. اهدئي، أريد أن أسمع. ولكن لنهرب. أمسك بالعريشة.
حان وقت العشاء. أنت لا تخيفني أيها العقرب الضخم. التأثيرات الصوتية مميزة، هذا الافتتاح صاعق. لا توقع المزيد من الفشار، إنني أرتدي صندلا مفتوحا، هل نسيتي؟ تدغدغني. ولكن أنا لم أوقع الفشار. اصعدوا على الدرج. والآن ماذا؟ ادخلوا إلى هنا. لا، لقد نسينا كريبي. مهلا لحظة. لقد مضى 10 سنوات على لعب عقرب دور البطولة في أحد الأفلام. كان من المستحيل أن نفوت العرض الأول. إذن فقد جئتم لمشاهدة الفيلم. نعم بالتأكيد. حسناً، ولكنكم تخيفون المخلوقات الثنائية الأقدام من الجمهور. لا أفهم لماذا لا نستطيع أن نستمتع بمشاهدة الفيلم. حسناً جميعاً، فلتهدوا. سأحاول أن أتصل بأبي ليأتي مباشرة إلى هنا. ليس هناك من إرسال. لا مكان للخروج، لقد قضي علينا. لن نتمكن من مشاهدة المشهد الأخير من الفيلم. بلى سوف نفعل، اترك الأمر لي. إنها تأكل هاري وهو حي. لا تقلقي، إنه مجرد فيلم. هل هذا فيلم أيضا؟ ماذا لا أكون؟ ماذا تفعلون جميعكم هنا؟ لقد أصبنا جميعاً بالرهاب من العقارب. حقاً؟ ولكن قريبي من برج العقرب وأنا لا أخاف منه أبداً. الرهاب من العقارب هو الخوف منها. لا أصدق يا أصدقائي أنكم خدعتم. خدعنا بماذا؟ هذه العقارب ليست حقيقية، هذا جزء من المؤثرات الخاصة. مذهل. أهذا معقول؟ اكتفيت من هذا. لا تتوقعين مني أن أصدق هذا. أنا أقوم بحيلة. الآن فهمت. فهمتي ماذا؟ هذا كله جزء من حملة التسويق للفيلم كمدينة الملاهي، أترين؟ فهمت، ولكنني لم أفهم. انظروا، المكان خال من العقارب. صاحبة السمو، شكرا لك لأنك ساعدتنا على الخروج. نحن لم نقصد أن نزعج عائلتك. وداعا يا رفاق، أظن أننا البشر سنتعلم أسلوبك في أحد الأيام لنتمكن من العيش معا بسلام. أراكم السنة المقبلة في الجزء الثاني من فيلم الرهاب من العقارب. كان فيلماً رائعاً. أظن أن العقرب الملكة تستحق الحصول على أوسكار بجدارة. أنا أؤيدك في هذا. Thank you.
تركض تحت الصخور في النهار، ولكن عندما يحل الظلام تخرج. كما أنها لا ترى جيداً، فهي تعتمد على مجساتها لتعرف أن هناك ضحية. انتبهوا من متسلقي الليل.